صابرين مرعوبة بسبب دورها في الملحد. بقيت أسيب التصوير وأقعد أقرأ؟ مش مصدقة يعني. نتكلم بقى عن ايه اللي هعمله الجديد المفاجأة. طيب يلا فاجئينا. مرعوبة منه يعني. أنا مفروض هنزل إن شاء الله بإذن الله هصوره على طول، بس أنا مرعوبة منه. هو فيلم الملحد، وهو من بطولتها وعدد من أشهر النجوم محمود حميدة، حسين فهمي، شيرين رضا وغيرهم كتير، ومن تأليف الكاتب إبراهيم عيسى اللي بيتكلم عن قصص التطرف في الدين. بقيت أسيب التصوير وأقعد أقرأ؟ مش مصدقة يعني. حقيقي دور بشدها القلب، وبدور مختلف تماما وصفته بأنه غير تقليدي هنشوفها في فيلم عروستي، وهو لايت كوميدي من بطولة جميلة عوض وأحمد حاتم. شو اللي غير تقليدي فيها؟ إنها بتعمل مقلب في بنتها. البنت لازم تأكلي كده ويمر عليك عشان تعجبي العرسين. أنا حلوة كده. وصابرين الفترة دي نشيطة جدا، فكانت من ضمن ضيوف شرف فيلم 200 جنيه اللي بدا عرضه مؤخرا في السينما. انت شو دورك بفيلم 200 جنيه؟ صابرين. طالعه انا. طالعه انت صابرين. طالعه انا بصور. فالموضوع كان عندك بيس اوف كيك. ده كنت بضحك يعني. ويلا معلش يا مدام اتفضلي، اقول لهم حر اف ايه ده يعني نفس اللي بيحصل. ودخلت وجد بتقول لي رجعت الدور تاني، قلت لها راجع ايه، انت شفتيني عمري غلط؟ انا عمري ما بغلط يعني كده يعني. وقابله حققت نجاح كبير في فيلم الانس والنمس بدور اخد منها جهد كبير، فهي كانت بتقعد في اوضه الميك اب حوالي 7 ساعات قبل ما تبدا التصوير. رموش من تحت ورموش من فوق، وشعر بيتجعد وباروكه واحط سبراي اسود، وبعدين الشعر طلبه الاستاذ شريف عرفه اسود قوي. وتبقى كل الحاجات قاسيه، الحاجب شعره بيتركب. انت متخيل؟ فطبعا بقى شكلي يعني انا نفسي اشوف شكلي بترعب. احنا المردة. اهلا بيك سيد تحسين، احنا عائلتنا عيلة كبيرة قوي. نسمع زغروطة بقى. بس التعب ده يا صابرين ما راحش على الفاضي، ففيلم الانس والنمس اتصدر الايرادات وحقق اكتر من 2.5 مليون في تاني ايام عرضه، وده اللي احتفل بيه محمد هنيدي على السوشيال ميديا، وكتب على البوست ده الحمد لله لليوم التاني نجاح كبير، واراء ايجابيه جدا مفرحاني ان الفيلم عجبكم. هنيدي قد ايه بني ادم محترم، لما يتصل بيا ويقول لي يا نونا فيلمك جاب كذا. فيلمك مش فيلمه. مش فيلمه مع ان هو او فيلمه. مش فيلمنا مثلا، او مش فيلمنا فيلمك. فايه ده يعني، ايه الحلاوه دي، وايه الناس الجميله دي، انا ببقى فرحانه قوي. وعوده صابرين للسينما ما خلتهاش تنسى المسلسلات، فهنشوفها بدور كفيفه في مسلسل زي القمر، في قصه بتحمل اسم 1%. احكي لنا عن تجربتك الشخصيه بالدور. يعني الشخصيه كانت متعبه يعني دايما الواحد بنسمع عن الكفيف نعرف شو يعني فقدان البصر، بس يمكن اللي بيمثله وانت اكيد يعني انت لما تمثلي انت بتعيش الحاله، فانت عشت الحاله، احكي لنا نفسيتك كيف هي صارت. هي كمان حالتها مختلفه لان هي فقدت البصره عندها 27 سنه فهي عارفه، وبعدين في توحد طول الوقت، يعني مثلا انا بكلمك كده فطول الوقت عامله كده يعني، ومديلك ودني اكتر. فانا ما ببربش كمان يعني في الدور، انا مش ببربش لدرجه ان في مشهد والله العظيم بجد حسيت اني في رعشه جوه العين بس عينيا ما بتربش. وتقمصها للدور سبب لها مشاكل جسديه ما كانتش بتحس بيها وقت التصوير. كان كمان بيجي لي صداع جامد قوي لاني موقفه رقبتي، وانا عندي فقرات في رقبتي مشكله، فكان طول الوقت انت عامل كده.